السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد سامي. دي حلقة عن حد متابع ليا من محافظة الوادي الجديد وبعت لي فيديو عن بعض المشاكل اللي قابلته في المكنة الفي ال ام، وبصراحة طلب مني ان انا انشره الفيديو ده على القناة لسبب، وهو ان الناس تتعلم من خطأه. يعني هو بيقول لك انا غلطت ان انا ما جبتش المكنة كذا او ما عملتش كذا، فهو بصراحة هيدينا مثلا، هيتكلم معانا دقيقتين يقول لنا على وجهة نظره، وانا شخصيا بشكر الراجل ده على ثقته فينا وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الأستاذ محمد، أحد متابعين الأستاذ محمد سامي. دي المكنة الـ VLM بنيلي، تمام. أنا جيت بس أصور الفيديو ده علشان المكنة ما فيهاش أي عيوب نهائي غير عيوب التقفيل، تمام. زي ما الأستاذ محمد سامي كان بيقوله بيشرح، الله يبارك له، تمام. المكنة فعلا يعني رائعة بكل المقاييس فعلا، واستحماله 200 سي سي وكل حاجة تمام زي فيها، بس المشكلة في عيوب التقفيل. طبعا انت احسن لك كأنت كمشتري او كزبون، خدها صحارة وروح عند واحد احسن تعرفه، تمام. ما عرفتش تعمل كده مثلا ومزنقة معاك مثلا في فلوس، اعمل زي ما انا هعمل ان شاء الله، خدها متربطة مثلا من صاحب المعرض وخليك جنبه، تمام، وأكد عليها برضو عند واحد ميكانيكي، تمام. ايه اللي بقى حصل في المكنة دي من عيوب؟ تمام، الأجزاء الإشارات مش متربطة كويس، أنا مسكت المفك وربطت كل حاجة فيها. دي كانت ملخلخة الناحية التانية، الناحية اللي هنا هو متلخلخة، تمام. وإيه تاني؟ كل المسامير دي وكل المسامير دي والحمالات وكل الكلام ده كان يعني مش الربط اللي هو، تمام. ده غير بقى تنظيم السلوك، يعني حاجة مش عارف هيبان في الفيديو ولا لا، بس يعني حاجة ما يعني مش حلوة قوي، بس يعني انا عديتها طبعا. واللي ضايقني جدا، بصوا حضراتكم سامعين الصوت ازاي بتاعت الجدول، طبعا الجدون ده ما اتشحنش من الاستاذ اللي كان بيربط، تمام. ودي حاجه ضايقتني بعدين، هي معلش اي مشكله معايا، بس اللي ربط هنا هو ما شحنش، اللي ربط هنا هو باشا ما شحنش. اهو الاستاذ اللي ربط هنا هو ما شحنش كويس، كل الكلام ده متشحمش، ده اهو بتاع بتلف اي زي ما هي، كل الكلام ده متشحمش. ده والله هو اعلم برضه هو شحم الكلام ده برضه، لا عشان لسه هأكد عليه، ده متشحمش، ولا الاكس بتاع النص. ولا الاكس الامامي مشحموش، وكل ما اكلمه يقول لي مش عارف ايه وبتاع بس غير كده المكنة فعلا فعلا كاختيار موفق الحمد لله. يعني طبعا ده على حسب براءة الأستاذ محمد سامو، أنا اعتمدت عليه يعني فعلا، وجبت المكنة وفعلا المكنة ممتازة جدا جدا جدا. وبس كده، هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.